دي التتبيله بتاعت شيش طاووق، ريحتها طالعه في منتهى الجمال. كوبايه لبن، نص كوبايه زيت، ملح، توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ، خل وعصير ليمون، وما تنسوش معلقه صغيره سكر عشان تسرع في السوى وتخلي الانسجه بتاعت الشيش طاووق طريه جدا جدا. خلاص كده التتبيله خلصت، هروح واخده قطع الشيش طاووق بقى نفسها بسم الله بالشكل ده وانزلها في التتبيله. اللبن بيديها طعم ولون في منتهى الجمال. ما تنسوش قبل كده لما كنا شوينا فراخ وحطينا فيها لبن كان طعمها رائع بمعنى الكلمه. ادي كده قطع الشيش طاووق في التتبيله، نقلب بالشكل ده زي الفل اهو. لو سبتيها بقى شويه في التتبيله دي، اولا الخل هيدبل الانسجه هو والسكر ويسرع لي في السوى بتاع قطع الشيش طاووق. ثانيا اللبن هيديها طعم مميز جدا ويفتح لي لون اللحمه من جوه، يخلي لك حته الشيش طاووق تفتحيها كده تلاقيها بيضه زي القطن وطعم مميز جوه التتبيله. معانا ايه تاني؟ البهارات الفراخ والبصل البودر والثوم البودر، كل دي بتدي بقى تطعيمه حلوه لقطعه الشيش طاووق نفسها. اتفقنا انا ما عنديش وقت فهبتدي اقلي على طول، لكن انت في البيت سيبيها حوالي كده نص ساعه في التتبيله تدي نتيجه احسن واحسن ان شاء الله. حطيت شويه زيت في الصينيه والصينيه سخنه جدا. هننزل ازاي بقى بالشيش طاووق؟ تعالوا بقى كده معايا عند البوتاجاز، وانا لابسه الجلافزات عشان كده. قطعه قطعه هصفيها من التتبيله واحطها لوحدها بعيد تاخد صدمه. هفضل على كده لغايه ما اخلص الكميه بتاعتي اللي معايا. بص يا ستي بسم الله كده اصفي كده بالشكل ده جنبها الناحيه الثانيه. يا ام منى عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ام منى؟ حضرتك الشارع عامله ايه؟ الحمد لله بخير يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ انا بحب حضرتك جدا والله، متابعاكي على طول والله. يا حبيبه قلبي ده يشرفني والله وجودك معايا على طول. الف شكر. عايزه بقى نكمل بيت العيله بقى ان شاء الله. انت كده معانا في قلب العيله نفسها، والعيله تتشرف بيكي والله يا مو منى. اشكرك. عايزه رحتم حضرتك الخاص في الخير. حاضر ما تقفليش وايا تديهولك من عينيا الاثنين. حاضر يا فندم. بصوا كده شايفين ازاي مسخني الزيت والصينيه اكتر واكتر كمان من كده. ما تقلقيش ان لونه يتغير، ما هو لازم ياخد لون التشويح او لون التحمير عشان يدي كانه مشوي بالظبط بالشكل ده يا جماعه كده في كل حته. ويا ريت يا شيف سيد عايزين بس غطا كده على قد الصينيه نغطيه ونسيبه شويه كده يا جماعه. طبعا الطشه بتهدى لان احنا بردنا الزيت بنزول الشيش طاووق ببواقي اللبن او بواقي التتبيله اللي موجوده معانا، ده طبيعي جدا كده. تاخروا بقى لاخواتكم عشان ايه الصينيه تاخد ان شاء الله الكميه كلها. شايفين لونه عامل ازاي؟ ابيض وبيبتدي يتحول لوردي مع النار بفعل اللبن اللي حطيناه في التتبيله كده في كل حته كده بالشكل ده. وشيف سيد هيحضر لنا غطا دلوقتي هنغطي عليها ونسيبها تاخد وتدي مع نفسها كده. لسه عندي البصل ولسه عندي الفلفل مش هنزلهم دلوقتي. يلا يا شيف سيد الغطا جاهز. ادي يا جماعه الغطا اهو، شايفين شكلها؟ انا ما حطيتش فلفل اسود. ما تحطوش في الشيش طاووق فلفل اسود ولا في البانيه عشان ما يغمقش لونه. التوابل والبهارات اللي حاطينها والمقادير اللي خلطناها على بعضها كفيله جدا جدا ان هي تتبلها لي وتخليها زي العسل. اغطي عليها واسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها.